تفرد منه جسم المفاعل. تمام؟ ايه تاني؟ يلا مين معاه لوحة تانية يعلقها؟ في حاجة تانية هتعلقها. اه يلا. يلا. ايه دي؟ تبع بالطول بالطول. ادي العرض ايه؟ تخيل عن النيل شوية. البحر الأحمر صورت. طب ليه سموه بقى البحر الأحمر؟ شيل يا حبيبي اللي علشان في شعيرات في شعيرات. لا شعاب. شعاب سوري يتكلم سوري. شعاب. كان في شعب كده شعاب مرجانية لونها احمر فمديه البتاع على لون احمر بسيط. لا هو اللي بيقول صح ان في شعاب مرجانيه ساعه الشمس او ساعه غروب الشمس كده بتبدا البحر كله تحس ان هو لونه في بعض الاماكن بالذات الاماكن القريبه من البحر من الشاطئ بيبقى لونها قاتم شويه لونه احمر شويه عشان كده سموه البحر الاحمر. طب في حاجه ثانيه بقى في البحر الاحمر ايه هي؟ الاسماك الملونه. ها كل انحاء العالم. طيب واثارها لو في سمك كتير جدا مشهور البغبغان او معظم ابار البترول موجوده عندنا قرب البحر الاحمر معظمها. طب حد عارف بقى حقول الغاز موجوده فين معظمها؟ عند البحر المتوسط. برافو عليك شطوره في الدلتا قريبه من الدلتا فعلا. تمام. حقل جديد ايه؟ مش لا في حقل ايه؟ لا ده مواد ده بترول. لا في حقل حقل غاز طبيعي مشهور لسه ما فاكرينه جديد. الرئيس السيسي. ها؟ عند بورسعيد. ها؟ ويقولوا ما مستعد؟ حقل زهر عند بورسعيد. اه مين اللي قال الزهرة؟ برافو عليك شطورة. تمام. طيب بالنسبة بقى لسينا احنا كده دخلنا في مصر كلها يعني خلصنا نهر النيل ودخلنا على سينا. طب سينا أشهر حاجات موجودة فيها إيه؟ بترول وفحم. بترول وفحم. الرمل السيليكا بيستخدمونها السيليكا وايه تاني؟ منجنيز ملاجم حديد تمام وملاجم الذهب اللي كان بيستخرج منها المصريين الذهب عشان يعملوا بيها التماثيل تمام وفي بقى جبل الطور اللي اتكلم عليه سيدنا موسى وفي مواقع حربيه كتير زي موقع عيون موسى وتبت الشجره لو ربنا سهل بقى ورجعت الدنيا زي ما هي ممكن نبقى نعمل احنا بقى رحلات هناك. قول يا توتي ومحميه راس محمد. طب يعني ايه محميه راس محمد؟ محميه فيها الحيوانات الحيوانات والنباتات النادره. لا هي حفريات غير المحميه في مصر في كذا محميه في محميه زي محميه وادي الحيتان دي حفريات تمام دي كلها كده اللي انت بتقول عليه بقى عباره عن اجزاء من حيوانات ما قبل التاريخ موجوده فيها انما سينا اللي موجود فيها حيوانات حيه مناطق في منطقه راس محمد عشان هي فيها منطقه كده فيها بعض الحيوانات زي الغزلان والحاجات دي كده حاجات نادره فمش عايزين حد يقول عليها فسايبينها بيقولوا ممنوع الصوت فيها ممنوع القنص ممنوع اي حاجه منها تمام. ها مين عايز يجيب حاجه تاني؟ ايه اهميه سياحيه بقى لسينا؟ ايه اهميتها السياحيه؟ ايه الاهميه السياحيه لسينا؟ او الاماكن السياحيه اللي فيها؟ ممكن في دير سانتا كاترين. ايوه وفي جبل العريش. جبل العريش اصل جبل الطور. جبل في منطقه راس محمد اجمل مناطق الغطس في العالم في شرم الشيخ تمام في طابا في قلعه هناك بقى اسمها قلعه صلاح الدين. حد عارف مكانها؟ قلعه صلاح الدين فين؟ على صلاح الدين موجوده في طابا في سينا اللي هي المنطقه الحديه الحد يعني لو جبت قلب فوق قلعه صلاح الدين دي كده تمام فوق جزيره تغنوره تبص على الاردن وفلسطين ومصر. طب حضرتك تصور معاهم عند الامازون لغايه ما تيجي افريقيا تاني اللي هنجيبها بقى نروح بقى عند الامازون عشان تبقى مره واحده تعالي يا هم عملوها مع مس اسلام ومس اسلام لسه نازله يعني. طيب عايز بقى كل واحد يشوف كده حاجه فيه. كده حاجه فيه لف مقص امسك الالوان اعمل اي حاجه خد الشكل فين؟ ابراهيم لف يا ابراهيم هات مسدس الشكل الله ايه الجمال ده يا جماعه دي بقى ايه؟ دي كانت جاهزه كده فاهي اهي اسلام مقص كده وحط لنا الامازون خلاص هنكملها على كده. بقى تتصوروا بقى امسك امسك وانتوا بتشتغلوا كل واحد يمسك حاجه فيه. ربنا يبارك لك يا مصطفى تعالى صور لي مصطفى يا استاذ. لا ما حدش صورنا ربنا يبارك لك. سخنتي بس سخنتي مش عارفه طب سخني تعالى صور من هنا سخني شويه مين هيجي من ناحيه. لا
هشيل لكم ده، هتعرفي ازاي بقى لما يجي يصور ازاي الاكبر بقى يعني. طب معلش وانت بتعمل قول لي انت بتعمل ايه؟ لا يعني ثواني بس، يعني انت بتلزق اي حاجه؟ هيلزق في اي حته؟ بنزل الابره. طب ممكن تشرحوا لي بالظبط كده انتوا بتعملوا ايه بايديكم؟ زياده عامله ترمي يعني اللي بيلزق حاجه يقول. يعني انا شايف ان انتوا هنا اول حاجه هنا معمول لها ايه الاول؟ عملتوها ايه؟ فحم، فحرته في الفوم، وبعدين هتحطوا فيه الاستيكر اللي هو الازرق دوت كده. يعني انتوا بتعملوه كده، بتحطوه كده في مكانه علشان يعني يبقى ايه، يتحط في مكانه كده وفي نفس الوقت يبقى شايني شويه. مش هو ده ايوه احنا بنقول مثلا يعني. تمام كده. مين بقى اللي بيشتغل معاكم في الحاجات دي؟ مش اسلام ومش فاديه. ممكن بقى نسقف لمس فاديه الحاجات دي وبتشتغل معاكم، والحاجات دي بقى لها اكتر من اسبوعين بتجهز فيها. بجد انا فعلا بشكرك يا مس فاديه. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك في عيالك يا رب. الف 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 شكر. تمام خلاص. اعملوا بقى ما بيجي المسدس ازاي في حته من اللبس السامع. طبعا عارفين على قد المساحه. ايوه عارفين. ايوه عايزين نعمل فروع ثانيه عشان هو نهر الامازون ده موجود فين؟ في امريكا الجنوبيه. الجبال دي بقى اسمها جبال ايه؟ البحر الانديز. ده البحر الاحمر اللي احنا في مصر. الانديز. طب هناك في حضاره مشهوره جدا قديمه شبه حضاره الفراعنه، بس حضاره الفراعنه اقوى شويه او كتير. حد فاكر الحضاره اسمها حضاره ايه؟ اصل هي الانكا. 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 تمام كده. دي كانت فصيله من فصائل الحوت الحمر، بيقولوا عليهم الحوت الحمر، كانت بتسكن امريكا الجنوبيه وبتحديدا كده في الشمال. تمام. وجوم الاسبان. لا مش الاسبان بس، يعني هنا في هنا في الحته دي كده لغايه دلوقتي منطقه تبع هولندا اسمها تقريبا هيلانا او كارولينا حاجه كده، تقريبا هيلانا تقريبا اهو. لغايه دلوقتي مستعمره هولنديه، وفي الحته دي كده اهو جزيره لغايه دلوقتي مستعمره انجليزيه، ودار عليها مشكله وحصل حرب كده بين انجلترا والارجنتين. حد عارف اسمها ايه؟ اسمها فوكلاند. اسمها ايه؟ فوكلاند. فوكلاند. في الحته بقى اللي تحت دي هنا كده في المنطقه دي كده في مضيق. حد عارف اسمه؟ لا. اسمه ماجلان. مضيق ماجلان. يعني ماجلان هم كانت الفكره كلها سبب اكتشاف الامريكتين، ان هم كانوا عايزين يوصلوا للهند من سكه بعيده عن مصر عشان يضربوا التجاره في مصر. فقاموا واخدين مركب من اسبانيا والبرتغال، بداوا هم اللي اكتر ناس كانوا بينقفوا الحكايه دي، كان فاسكو دا جاما وماجلان وامريكو فيزيكوتشي والعالم دي. لفوا حوالين يعني الاول عدوا من امريكا من غرب اوروبا راحوا على الامريكا. افتكروها الاول هي دي الهند او اسيا، اكتشفوا ان لا مش هي. فقالوا لا يبقى احنا هنمشي. فضلوا ماشيين 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 لغايه ما خلصوا. لما جت تخلص لقوا المضيق ده قاموا داخلين منه، دخلوا بعد كده بقى على المحيط الهادي. يعني ما بين المحيط الاطلنطي والمحيط الهادي في مضيق ايه؟ ماجلان. وفوق هنا فوق في امريكا الوسطى في قناه صناعيه تاني زي قناه النيل، قناه السويس كده. حد فاكرها؟ قناه بنما. ما احنا قلنا مش لازم ناخد اللي في الكتاب بس. اقروا. بالظبط. ولا الحاجات دي اتعلمتها فين؟ كمان في المدرسه. احنا ما بنساش حاجات في المدرسه. طب اكتر دوله بقى مشهوره هنا بايه؟ البرازيل. اشمعنى؟ فيها ايه بقى؟ فيها بيعملوا بن. غير البن. كوره. اكتر دوله بتصدر لعيب الكوره ولاد اللذينه وصاعه بصراحه، يعني بتقعد تستنى كاس العالم عشان البرازيل. وعلى هتعملي؟ لزقوا. لزقوا. يلا بقى كملوا. لزقوا كملوا. بس عندي شغل تحت. طيب. وانا بشكر مس فاديه تاني وبشكركم. ان شاء الله كده هيحصل تكريم ليك ومس فاديه على المجهود اللي انتوا بتعملوه. بس جميل بس جميل جميل. شكرا يا حبايبي. موفقين ان شاء الله. لزقوا. مقدم يا باشا.